في حديقة الحيوان بمدينة برجامو بإيطاليا، حيث الحديقة الغناء بالحيوانات الأليفة وغير الأليفة، وكذلك الغنية بالأشجار والطبيعة المبهرة للأبصار. ونحن في هذه الصحبة الطيبة نكون معكم عبر هذا البث المباشر، فتابعونا إن شاء الله، نتجول في رحلة سريعة معكم إن شاء الله. ومعنا في هذه الرحلة يعني كوكبة من العلماء والدعاء، على رأس هذه الكوكبة فضيلة الدكتور عبد الغني عبد التاجي، إن شاء الله يعني يحدثنا قليلا بإذن الله. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يعني فرح إن شاء الله سبحانه وتعالى، في روحوا عن قلوبكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب تمل. نسأل الله تعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا وبأولادهم وأسرهم، يوم اجتماعي إن شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه. بارك الله فيك سيدي. جزاك الله خير. أسأل الله. البجع، هذا هو حيوان البجع. وهذا هو الخرتيت أو وحيد القرن كما يطلق عليه في البلاد العربية. لا، ده اسمه خرتيت أو وحيد القرن. وحيد القرن ده ما بيعيش إلا في الطين، ده هو بيتمرغ هنا، لأن الطين أو الماء بيخفف الحرارة عنه بعض الشيء. شلال. السلام عليكم. تشاو. بونجورنو. طبعا حديقة رائعة ومليئة بالحيوانات. سوف نحاول إن شاء الله إحنا نريكم جميع المناظر الطبيعية التي بها. شلال إن شاء الله. شلال الماء. هذا حيوان آخر إن شاء الله. خلاص بقى كده دخل المود. معنا الاخ. لا 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 اسكت اسكت بالله عليك. هذه النسور، النسر الامريكي المشهور، وطير اخر ما شاء الله، وهذه طيور اخرى. الغزال ما شاء الله ما شاء الله، نوعين من الغزال موجودين. ما شاء الله. ونعلم ان الغزال وموطنه هذا الغزال في القرن الافريقي، كما توضح هذه الصورة، موجودة في القرن الأفريقي أو في شرق أفريقيا، منطقة أثيوبيا وجيبوتي وهذه المنطقة، هذا مقر هذا الحيوان وموطنه الأصلي. أفريقيا يا ريس. طب ما تشوفها في الحقيقة.
لا يا عم محمود توكنا توكنا من هنا بالله هو عشان يسمعنا. وهذا نوع اخر من الغزلان ما شاء الله جميل جدا، لكنه في وقت القيلوله لان الجو بدا يكون حر بعض الشيء ما شاء الله ما شاء الله. نحن كما نرى صوت العصافير تغرد من حولنا ما شاء الله ما شاء ما شاء الله ما شاء الله. نوع آخر من الغزلان نسمع متجمعة لرؤية الحيوان الناس. الناس الحفاة. هذه هي السقفاء. السقفاء والطاووس. يلا عشان نروح نشوف الأسد تعال. طيب خليك احنا بس. حيوان عفا. هذه النباتات المعلقة مكان مغلق جدا، هذه بعض الحيوانات التي تعيش في هذا الجو النباتات. سبحان الله هذا الألوان. زينة بيتات إن شاء الله. بابي شانكوك كل هذه نباتات متنوعة. تمسوا احنا رحنا فين طلعنا منين؟ براحتكم قدم لي بس ما تتكلموا من وضعكم تعيش اصلا دول بس نفس الان سنشرب الكافيه عندما تشرب كافيه ساغلق ال
C'è qua, vediamo. Senti io la mano, mamma. No, guarda che peccato, ma te lo dico io? Vuoi ancora? Massa? Va bene, vuole? عملنا البرادي يا غوريلا فين الغوريلا اه قرد اهو قرد برضك مع غوريلا هذا كرد بس عملك احسن لك احسن لك تعرف بس بيتر بيت القرود باشا العالمي لا طمي ما له استسقاء هذا نوع من البط البلدي طبعا مشهور هذا البط في الأرياف هو لذيذ هذه نوع من انواع الخنازير البريه شكلها غريب ليست من انواع المالوفه جابري جابري جابري